شيفر سانتي. في شيفر سانتي نكمل نقدم لكم أهم الأرقام اللي كان كشفها المسح الوطني للهجرة الدولية في تونس اللي تم الإعلان عن نتائج نتاعه خلال شهر ديسمبر ل 2021. وبنفس هذا المسح فإنه هناك جملة من الأسباب تدفع الخبرات والكفاءات التونسية للهجرة، بينها أهمية الامتيازات اللي أصبحت تقدمها بلدان الاستقطاب بالإضافة إلى تدهور ظروف العمل في بلادنا وتهميش دور الكفاءات. ومن الأسباب الأخرى أيضا ارتفاع نسبة البطالة في صفوف المتخرجين من كلية الطب والهندسة، تجاوز عدد المهندسين العاطلين على العمل 4700 مهندس وكذلك أطباء اللي بلغ عددهم 1500 طبيب، فضلا عن 5000 من حاملي الدكتوراه في مختلف الاختصاصات. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لي. شيفر سانتي.